لا انك تبقى تسوي شيء للمجتمع. هم كلهم يسووا شيء للمجتمع، واحنا حتى لو سوينا شيء للمجتمع احنا مسوينا لوجه الله. فماني ما نكتب وما نبغى ما نبغى اي احد يعرف عن هذا الموضوع. يعني انا رحت لقيت في الحرم هذا السنه ما شاء الله تبارك الله في فرق من المطوعين كثيره في الهلال الاحمر، وكلهم شباب وبنات ما شاء الله يكونوا متعلمين. فاحيانا يكونوا مشاركين. انا سالت الاشخاص اللي هم مشاركين في هذه الحملات، بعضهم وقفت معاهم قالوا انه هي يقدم على الهلال الاحمر عشان هم دخلوا الهلال الاحمر، فما في بينهم الاطباء. انه انت تقول انا رحت وشاركت في الحج اللي فيه 3 مليون، شفت فيه كذا، الدوره كانت كذا، سوينا كذا، تعرف انك انت اكتف. You are not only someone جالس في بيته يروح كلية الطب. طيب زي انا بضرب لكم امثله لقيتها انا في الويب سايت قبل ما اجي، يعني في اليومين اللي فاتت عشان كنت بعمل البرزنتيشن. عندكم مثلا المؤتمر العلمي السابع لطلبه الطب بدول مجلس التعاون، كم واحد مشارك يا شباب في الاورجنايزيشن؟ يعني شوفوا كل هذول لازم يكونوا كاتبين في السي فيز حقك انت ايش، بس ما ينفع انك انت تقول and I was participant in the organization of المؤتمر العلمي السابع لدول الخليج. وايش هذا؟ كان لي ايش؟ حضروا قد ايش؟ اكتب هذا الشيء بريف. هو ما بقول لك اكتب لهم ويوم الاول جو حضروا كذا وبعدين اليوم الثاني سوينا فيه كذا وتشرح ليش اكلها، لا 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 ما يحتاج هذا كله. انت يحتاج منك انك تقول له هو المؤتمر كان حضوره قد ايش كبير، انا شاركت في اللجنه الفلانيه. يعني لا تكتب له بس انك شاركت في المؤتمر، انت لازم تكتب له ايش اللجنه اللي شاركت فيها، الانترست حقك فين. واذا انت كنت تيم ليدر مهم جدا انك تكتب انك يو ار تيم ليدر. طبعا الحين بعد هذه الكلمه في كثير راح يصير ما عمرنا نسوي اي كوميتي، كلهم يبغوا يكونوا تيم ليدر. دازنت ماتر، ما هو لهذا الشيء. احنا عشان يعني لا يصير الكومبيتيشن عالي لدرجه اننا حتى نكره بعض الاحيان. يعني ما نبغى الا كل واحد يا يكون رئيس يا بلاش، يا تخلوني رئيس للكوميديا انا ما يشارك. ما ينفع كذا. طيب كلنا نشارك وكلنا نكتب المشاركه في السي فيز حقنا. انا لقيت هذه كمان بحكم اني يعني احب المسرح، بس بحكم انها فادتني في السي في وبحكم ان عندكم مسرح الاقي فيه شباب انا اعرف 2 ولا 3 قدموا من حوالين المملكه. لما خرجوا نتكلم واتكلم لهم عن الاكسبيرينس حقي، والله يا دكتور انت ما تصدق انا والله ترى شاركت في مسرحيه والله كتبتها. لا والله بس خجلت يا شيخ ايش يقولوا علي قاعد يعني بس يلعب ويمثل لعيب هذا بعينه. فهو ما كتب حتى الاشياء اللي هو يسويها يعني. فانتوا عندكم مقومات، المقومات موجوده، بس هي المهم انكم عارفين انكم لازم تكتبوها. ما هو بس انكم ما تكتبوا وتشاركوا. واذا ما كانت المشاركات موجوده نخلقها، نخلق المشاركات علشان نكتبها. طيب عشان توروا انه انتوا عندكم حاجه. فانا بوصل لكم النقطه، بدل ما تكون ريزيدنت تشتغل وتنام، نام في المستشفى whenever you can and eat whenever you can and go and sleep. نبغى نخلي الريزيدنتس اللي زي المستشفيات العالميه، زي الريزيدنتس العالميه. الريزيدنتس والميديكال ستودنتس هم they take the institute up، هم الطاقات اللي يجوا يبغوا يشتغلوا ويبغوا يثبتوا نفسهم ويبغوا يخلقوا الفرص علشان يرفعوا الانستيتيوت، يرفعوا اسم جامعتهم. مو يستنوا العميد والوكيل ايش يسوي لهم دورات بعدين ان شاء الله هم حيشاركوا فيها، وان شاركوا فيها يجوا مشاركين في الاخير يقولوا والله خليك بس نبغاك تمسك عند الباب هنا، واذا جو بس تدي للناس القروض. ويكون كل الاورجنايزيشن الاساسي للمؤتمر صار من الاستشاريين ولا صار من ليش؟ انتم ما ينقصكم حاجه. برا كل الاشياء هذه تصير من اللي تحت، من الناس اللي في بدايه السلم، هم اصحاب الطاقه. طيب هم اصحاب الطاقه. لازم انتوا تبداوا تخلقوا الاشياء اللي تكلمنا فيها حتى لو ما هي موجوده. انتوا اللي تاسسوها. تكتب لكم حتى امام الله، تكتب لكم انكم انتوا سويتوا حاجه لخدمه الطلبه اللي بعدكم. هذه كل الاشياء مهمه جدا.
انكم انتوا بتأمنوا بطاقاتكم. انا ماني لاني مخ اكبر واحد فيكم ولا حاجه، بس الواحد يتعلم وبيحاول ان يديلكم فكره كيف تقدروا تخلقوا شيء. هم مثلا للاخوات مثلا الطبيبات لما يجوا يقدموا السي فيز حقتهم يلاقوها صعبه علشان يعتبروهم خجولين. فتخيل لو كانت الطبيبه مثلا مشاركه في اورجنايزيشن او كانت هيد لجيرلز كوميتي لفيميل كوميتي، هذه 100% حتتاخذ، لانهم هم يعرفوهم شطار لكن يعرفوهم كمان خجولين، ويعرفوهم ما هم مشاركين، وما يعرفوهم قياديين. وانا اعرف بين 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 الشباب وبين الاخوات كثير من القيادات اللي يمديها انها تحمل تغيير، حتى لو حاولتوا وما وافق العميل اول مره ترجعوا تغيروا البروبوزل وتشوفوا كيف المفروض البروبوزل يصير ويترفع مره ثانيه. بس خلوا اليد واحده، مو واحد هي وان تو شو اب. ما في عمل جماعي كويس ممكن يصير بوان مان شو. لو كان واحد يقدر يصنع التغيير ما يبغاله ناس يساعدوه، ما يبغاله، هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اولى واحد فينا. كان بعث المفروض لحاله لكن بعث لاصحاب، وكانوا معه اصحاب ساعدوه في حمل الرساله. فانت ما ينفع انه واحد وان مان، انا اللي راح اكتب الاورجنايزيشن وانا اللي راح اسوي الدوره وانا اللي راح افعلها وانا اللي راح اسس. يو هاف تو بي اول، لانه فكره على فكره تسوي حاجه، المشاركه تجي من الجميع علشان تسوي تغيير. لا تظلوا على حالكم، الشيء اللي مو عاجبكم لازم انتم تصنعوا التغيير فيه، لا تستنوا العميل عنده 60 شغله عشان يسويها. انتم اصنعوا الافكار وارفعوها. لابد يجي التغيير والاشياء الجديده والمتطوره منكم. نخلص من مساله السي في، هكلم لكم عن الانترفيو بحكم ان انا حد يديركم الانترفيو، لازم اديركم الانترفيو حقتي بحكم اني بضرب مثال في كل حاجه. طبعا الانترفيو حقتي انا دخلت ماني عارف ايش ابغى اقول، ماني مره كويس ايش حقول لهم اصلا، ايش حيسالوني. فطبعا اول ما سالني قال لي سو دكتور بهابي How are you? How did you find Vancouver? Oh, it's nice, so nice. The weather is so nice. Are you fasting? I told him, yes. He said, but you don't have to fast because you are traveling. I told him, yes, that's right. But I prefer, because I'm staying, to fast. It's fine. You look thirsty? I told him, no. He said, so can you tell me about the play that you did in Saudi Arabia? Of course, I was the last one I remember in the world that I wrote to him that I wrote to him. Play what? You write a play in university? Yes. أنا دحين مستني الله يصلحك حتقول لي كيف حعالج الإماي. دخلتني في البلاي أنا عايز بلاي. قال لي البلاي يعني حقتك أنت إيش كتبت؟ قلت له أنا كتبت البلاي كانت. والله انبسطت إنه واحد سألني عنها في حياته، لأن يعني حتى ما في أحد سألني، حتى يمكن أبوي يعني إيش كتب فيها ولا كان يهم أحد، يعني غريب إنه هذا مهتم بهذا. قلت له عن الحكاية وقلت له كان الاتندنس كل هذا وكانت يعني جدا وعندي شهادة منها. قال لي so what are you gonna write for us؟ قلت له أنا I have to write from my experience. I'm sure لما نغلق البروجرام عندكم حقدر اكتب مسرحيه كامله عن ايش اللي سويته في فانكوفر. قال لي this is good. Can I ask you about your hobbies؟ انت كتبت swimming, soccer. قلت له I have to admit انت شايف الجسم اللي انا فيه؟ فمستحيل اني انا بلعب. انا احب اشاهد هذه اللعبه. بصراحه. فقال لي so this is not a hobby, it's a hobby for you to watch. قلت له لا absolutely. يوم قال لي so what do you like to do؟ قلت له well I can cook, you can see I'm good at that. يوم قال لي if you cook I will give you the position. قلت له I cook and I can cook for you after 1 hour now if you are gonna give me the position. قال لي أنا حدي لك الposition
لو انك قلت لي انك تقدر قلت له انا اوعدك خلي كل البروجرام ياكل اكل سعودي خلال 4 سنين الجايه. قال لي if you say so I will give it to you. You have the position. I will just ask you some medical knowledge